عرضية هي بيلعب أخص بأمانة يعني أنا تعلمت منها كتير. في البداية ما كنتش بلعب معاه ممكن ما كانش مقتنع بيا، بس مش معنى ان في حد ما بقاش مقتنع بيك انك تستسلم. لا ده شو يعني، يعني الكره بالنسبه لي شغل، فما ينفعش ان انا مثلا، وانا شخصيا ما بحبش ان انا افشل يعني. مفيش مكان يعني اروح ان انا ممكن احط في دماغي ان انا ممكن افشل، مهما رحت المكان او اسم المكان ايه، مفيش حاجه عندي في حياتي اسمها فشل. فيجر فعلا ما كانش مقتنع فيها، ما كانش مقتنع، مش موضوع شنكار او كده، ممكن يبقى ده سبب من الاسباب، بس انا ما كنتش متفاهم الموضوع ده. بس ممكن مش معنى شنكار يعني 6 شهور ما بلعبش معاه، مش شنكار يعني، شو انا ممكن اخترع له شنكار انا ايه يا عم، مش شنكار، بس ممكن انا، لا ممكن انا كان تقصير مني في البدايه ان انا مش يعني انا مش مستوعب هو عايز مني ايه بالظبط. لا فيرا وجهه نظره الديفندر بالنسبه له ازاي تقطع من غير ما تعمل فاول، يعني ازاي تبقى لعيب منتج، يعني مثلا بتطلع في الماتش عندك اخطاء 2 ديفندر بيخطأ بتغلط مرتين فاولين مثلا، غير سموحه إيه سموحه كنت ممكن اطلع من الماتش مثلا قاطع 50 وعامل فاولات 70 مثلا. فيريرا كنت تلعب، انا بالنسبه لي العب كل يوم ماتش مع فيريرا عادي والله العظيم، كنت بقى بروح الماتشات كأني رايح العب مع اصحابي خلاص. انا حافظ هعمل ايه، ما انا مش محتاج، انا مش محتاج اغطي ورا الباك ورا خلاص. انا هو قال لي ما تتركش ورا الملعب، والله لو كره هجول ما اروحش، مش بتاعي خلاص، كل واحد عارف دوره تحديدا.